اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين، كن للمستضعفين من المسلمين، لا ناصر لهم سواك، لا معين لهم إلا إياك. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وقو عزائمهم، وتول أمرهم. اللهم اكفهم كل شر، اللهم اكفهم كل شر، وأعذهم من كل سوء وضر. اللهم ارحم موتاهم، واشف مرضاهم، ورد غائبهم، وانصرهم على من بغى عليهم. إلهنا إلهنا، من استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يغلب، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم فكن لنا وللمسلمين وليا ونصيرا، ومعينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم أصلح حال الأمة، اللهم أصلح حال الأمة، وارفع وادفع عن المسلمين الغمة، واحفظنا من أن نتفرق أشياعا، أو أن نكون لأهل الزيغ أتباعا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا للمسلمين هينين لينين، سمحين قريبين، سبحانك أنت رب الطيبين. اللهم اجعلنا للمسلمين كالأرض الذلول، كالأرض الذلول، يطغها الصغير والكبير، واجعلنا لهم كالغيث يصيب من يحب ومن لا يحب. اللهم أحي في قلوب المسلمين، اللهم أحي في قلوب المسلمين أخوة المهاجرين والأنصار. اللهم أحي في قلوب المسلمين أخوة المهاجرين والأنصار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقبل بقلوب المسلمين إليك، وردهم بك عليك، وارحم يا ربنا في هذه الأيام والليالي تضرعهم بين يديك. اللهم بدل حالنا إلى أحسن حال، اللهم بدل حالنا إلى أحسن حال، يا ذا الكمال والجمال والجلال.
الأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من خيبة الآمال ورد السؤال وسوء الحال. اللهم إنا نسألك نسألك الثبات على الأمر كله. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمك. اللهم إنا نسألك شكر نعمك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. حرم هذا الجمع على النار، حرم هذا الجمع على النار، رجالا ونساء، شيبا وشبانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن أحللت عليهم رضوانك فلا تسخط علينا أبدا يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.